شركة من أهم وأكبر الشركات العقارية أو المطورة في السوق العقارية الإماراتية غنية عن التعريف، هي شركة دمك. مشاريع جديدة ستسلم بسنة 2018، أما 2019 للحديث عن هذه المشاريع معنا السيد وائل الواتي، أهلا فيك. حياك الله. أول شيء خلينا نحكي عن السوق العقاري. سيتي سكيب بهالفترة لشركة كبيرة مثل شركة دمك، هل هو مناسب؟ طبعا احنا يهمنا يكون دائما حضور جيد وبالحجم اللي يليق بالشركة في المعرض، وأيضا نعرض كل ما هو جديد. السنة هذه طبعا طرحنا جست كافالي اللي هو شراكة مع مجموعة روبرتو كافالي للموضة. عندنا عروض مغرية تبدأ من 549,000 درهم للشقق، عندنا 24% ضمان عائد مضمون للعقار، عندنا عدة سحوبات، فكان يهمنا أن نكون متواجدين وبشكل مبتكر كالعادة. نعم، بشركة دمك كان في بعض الصعوبات بالفترة الأخيرة لأنه يمكن كان في تصحيح أو بطء للسوق العقاري، هل واجهت شركة دمك العقارية نفس الصعوبات في السوق ولا كان عادي بالنسبة للشركة؟ طبعا هو أكيد السوق يتحول من سوق ناشئ إلى سوق يعني يتسم بالنضوج، وهذا الشيء احنا قاعدين نشوفه في دبي، وهذا شيء مطمئن. السنة هذه مبيعاتنا في النصف الأول وصلت إلى 4 مليار درهم، تفوق تقريبا 10% عن العام الماضي. إيراداتنا 4% زيادة عن السنة الماضية اللي هو 3.5 مليار، أرباحنا 1.6 مليار. فبالنسبة لنا النمو ما زال موجود. السوق أيضا على حسب الإحصاءات من الحكومة في زيادة 5-7% تقريبا في تسجيل العقار في دائرة أراضي دبي، فما زلنا يعني نرى نتائج النمو، بس نمو مستدام، ما نتكلم عن نمو يعني غير طبيعي مثل ما لاحظنا في بعض الأعوام الماضية. خلينا نحكي عن أهم مشاريعكم في الفترة الحالية. I think إنه هو أكثر من مشروع، لو تسمي لي. طبعاً إحنا عندنا مشروعين يعني كبار في دبي. مشروع دمك هيلز على مساحة 44 مليون قدم مربع، وأكوي أكسجين على مساحة 55 مليون متر مربع، قدم مربع. هذا الأكبر مشاريعنا، بالإضافة للمشاريع المتعددة كعمارات في دبي، في السعودية، في لندن، آيكون لندن وإلى آخره. وتركيزنا الآن على الاستمرار في تسليم العقار في دمك هيلز. منذ إطلاق المشروع نتكلم عن تقريبا 3 سنين، قمنا بتسليم 3000 وحدة سكنية. السنة هذه تم تسليم 1100 وحدة سكنية، فمستمرين بوتيرة أعتقد تعتبر سريعة جدا بكل المقاييس. والطروحات ما زالت أيضا موجودة في هذه المشاريع من الشقق الصغيرة إلى الفلل الفاخرة. حكينا عن فترة التسليم، أو خلينا نقول أول شيء خلينا نحكي على الأسعار، لأنه أسعار دمك I think إنه هي مناسبة لكل الناس، صح؟ طبعاً إحنا الهدف إنه نقدم منتج ذات جودة جيدة أو ممتازة بأسعار منافسة، كون إن السوق ما في شك في منافسة شديدة، ويهمنا إن نبقى إحنا في طليعة الشركات الكبرى. ولهذا عدنا عقارات تبدأ من 549,000. الجست كافالي تم إطلاقه قبل عدة أيام على 1,300,000، اللي هو طبعا سعر منافس جدا ومغري جدا لمشروع دمك هيلز، وفي نفس الوقت مع مجموعة يعني عالمية مثل مجموعة روبرتو كافالي. فيهمنا ان السعر يكون منافس، الأحجام تكون مناسبة، ويكون في تنوع في العرض بحيث تشمل جميع الشرائح، من الشباب الداخلين للسوق الآن إلى الأشخاص اللي يحبون شيء أكبر وأغلى. طبعا كمان اللوكسري خلينا نقول الرفاهية طبعا احنا كنا وما زلنا رواد في مجال تقديم العقار الفاخر. آيكون لندن بتصميم فرساتشي، رياض اكسكلوسيف، باراماونت فندي، طبعا عندنا فنادق باراماونت في دبي،
في دمك هيلز عندنا اتفاقية طبعا مع مجموعة ترامب لإدارة ملعب الجولف، البوغاتي، عدة ماركات معروفة. فالنمط هذا من التعاون مع الشركات العالمية مستمر، بالإضافة أنه دمك ماركة عالمية أيضا معروفة، وهذا أيضا يساعد في تقديم منتج لجميع الشرائح. أغلب الشركات العقارية مقدمة أسعار خصيصا لسيتيسكيب، شو الأسعار بالنسبة لدمك في سيتيسكيب؟ نعم، احنا عندنا طبعا شقق تبدأ من 549,000، عندنا الجاسكا فالي من 1,300,000، عندنا 24% ضمان عائد للشقق، عندنا سحوبات على فيلا، عندنا سحوبات على سيارات. سوري بقطع كلامك، شو عندنا سحوبات؟ سحب على السيارة، يعني اللي بيشتري فيلا؟ اي نعم، اللي يشتري عقار معنا يدخل في السحب. نعم، شكلي راح اشتري فيلا اليوم. تشرفينا الاخت وفاء. طبعا اذا يعني خبيره في العقار مثلش تشتري من عندنا، فهذا دلاله على ان المنتج يعني يلقى الذوق والسعر. وايضا عندنا شيء جديد، كون ان سيتيسكيب فتحت المجال للبيع المباشر، عندنا ممثلين من المصارف متواجدين معنا الان، وبإمكانية المشتري أنه يقدم طلبه للمصرف ويحصل على موافقة فورية وهو واقف مع المصرف، بحيث تأكد له أنه المصرف ممكن يموله بالنسبة اللي يحتاجها، وهذه تعمل يعني تسهل عملية الشراء بكل سلاسة. كلمة أخيرة لكل المستثمرين اللي راح يزوروا سيتيسكيب ويمكن يجوا على دمك، وهذا أكيد أنه راح يزوروا دمك. طبعا يشرفنا الحضور الجميع، ودائما نأكد الجميع انه السؤال دائما يكون عن المطور، عن المنتج، عن الموقع، والمستثمر دائما يجب ان يبحث عن الاسماء اللي لها باع طويل ولها خبره في مجال التسليم، واعتقد دمك في طليعه هذه الاسماء. شكرا كثير على وقتك، وتشرفنا بملاقاتك اول شيء، وبكل هالمعلومات الثريه عن مشاريعكم بدمك. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا.